متابعينا متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، بنرحب بيكم. يعني احنا النهارده في مدينه كفر الدوار، ولما كنا بنسجل مع عم صبري اللي هو خد ترند العروسه اللي هي ما يسمى بالعروسه الغاضبه، يعني احنا طالعين من المكان لقينا يعني الجيران زي ما انتم شايفين كده، يعني الجيران متواجدين قدام المكان وزعلانين جدا. يعني دي كانت صدفه واضحه لينا واحنا طالعين من المكان، يعني احنا مكان عم صبري اهو، وكنا بننقل لحضراتكم يعني كنا بننقل لحضراتكم رأيه، وكنا بنقول يعني مثلا انت ليه سكت، او انت مثلا ليه نزلت الفيديو. عم صبري قبل اللايف ده قال الحقيقه وشرح بيها الحقيقه واضحه. ممكن ترجعوا للفيديو اللي قبل كده، اللايف بتاعنا اللي قبل كده، واحنا طالعين بالصدفه يعني لقينا احد جيرانه، يعني ناس كتير جدا من جيرانه واقفين وعايزين يقولوا لحضراتكم يعني كلمه مهمه، يا ريت نسمع منهم. عرفنا بنفسك. على التوفيق، اهلا بيك. قول لنا بقى يعني ايه اللي انت سمعته في الايام الاخيره، يعني احنا طالعين وانت غضبان من اللي بيحصل، يعني فهمنا بقى انتوا ليه زعلانين وليه واخدين موقف وليه صممتوا ان انتوا تصوروا وتقولوا كلمه في حق الراجل ده. الراجل ده احنا جيرانه نسمع عليه كل كلام حلو، والعريس والعروسه اللي معهمش فلوس اقسم بالله العظيم ده حلفان مني، بيعمل لهم باي حاجه ببلاش، ما بيطمحش في اي جنيه. والراجل دوت احنا عارفينه من 15 سنه، مش بتاع الكلمات دي. انت جاره؟ انا جاره. وراجل محترم ومراته محترمه وعياله. انتوا جيران بقالكم كام سنه؟ بتاع 15 سنه. يعني بامان الله، يعني دي شهاده انت هتتحاسب بيها قدام ربنا. عم صبري مش هينفعك ولا الناس دي هتنفعك، دي شهاده انت هتتحاسب بيها قدام ربنا. عم صبري خلال انك جار ليه بقالك عمر تاني، يعني من الناس اللي عاشرتها اكتر من ابويا. يعني الراجل ده استغل حد قبل كده بامان الله؟ لا عمره، والله عمره في حياته. الراجل ده محترم محترم محترم، ولو ما العريس اللي معهوش فلوس بيبقى اول واحد في ظهره، واللي بيجيب له الاستوديو كمان وكل حاجه معاه. صراحه ربنا تتقال اقسم بالله ده اللي بيحصل. اكيد كله شايف الكلام اللي احنا بنقوله، اكيد كل واحد شايف الكلام اللي بنقوله. انت حضرتك مين؟ صاحب المكان. توفيق اسمه صبري واختي. والدي عمره ما بيزعل حد موجود، اي حد بيجي له معاه فلوس ما معهوش فلوس بيخش، واكيد كل اللي انا بقوله ده سامع الكلام ده. عمره ما زعل حد، عمره ما بيزعل حد منه. طب عايزين نسمع من حضرتك بقى، يعني ايه رايك في عم صبري؟ عمرك يعني شفت ان هو مثلا بيزعل حد، بيستغل لا حد؟ لا لا، حصل الموقف ده على خلال مثلا انتوا جيرانه قبل كده مع لا لا حد؟ لا لا لا، راجل محترم خالص وراجل كويس خالص، مشفناش منه حاجه وحشه خالص. انت جارته هنا؟ ايوه. بقالك قد ايه جارته؟ بقالي 15 سنه. طب عمرك اتعرضت لمواقف كويسه تذكرها لنا مع عم صبري؟ كل خير كل خير كل خير، واجيب زباين على طول، عاوزين بجيبوا زباين ومبرادين ومبرادين. والله العظيم ثلاثة، قسما بالله قسما بالله، العريس اللي معهوش فلوس هو بيزق معاه. هو بيزق معاه، راجل حنين خالص مع الناس كلها والله، وكويس خالص. طب الشباب بقى يعني عايزين نسمع منهم، احنا شايفينكم سبتوا شغلكم ولقيتونا بناخد استطلاع رأي في الشارع. والله ما شفنا حاجة منه وحشة بصراحة ربنا. والله أنا جاره هنا في ورشة، هنا فاتح ميكانيكي، عمري ما شفت منه أي حاجة وحشة والله. ولا سمعنا أي مشكلة حتى قدام المكان هنا. طيب مش يعني مش اي مشاكل بتحصل هنا خالص، يعني ده اول مشكله عم صبري من ساعه ما فتح المحل دوت، مفيش اي حد هنا. لا احنا نعرفه المحل ده مفتوح بقاله زمان قوي، يعني زمان خالص، عمره ما في مشكله حصلت ولا في عركه ولا في مشاكل. لا ولا في حد يتحرك عليه، يعني بسم الله ما شاء الله على طول في شغل وفي حركه، بس مفيش اي مشكله هنا والله. يعني طول عمركم جيران وما تسمعوش بقى؟ عمره ما استغلش حد في ال، لا لا خدوا بالكم دي شهاده ربنا اللي هيحاسبنا عليها. والله في يوم ممكن يخش فيه عروسه واثنين وثلاثه بالفعل، كلنا مسؤولين عن مشاكل. طول عمري في حصل ضغوطات او عراك او مشاكل او اي حاجه تيجي هنا المكان. راجل محترم راجل كويس، ودي سمعته كمان في السوق، يعني راجل كويس والله، سمعته جامده يعني. مفيش منه الكلام ده، مفيش منه لا. بعدين احنا عارفين عم صبري من زمان ومتربيين من جنب منه، يعني عمرنا ما سمعنا عنه حاجه وحشه. بعدين لو ولا اي مشاكل كلنا هنا، يعني مش يعني لو بيقول لو في مشكله معانا احنا بيقعد يجي يقف معانا، هنروح له يعني اول واحد يعني. بنلجأ في المشاكل اللي بتحصل في الشارع. يا عم صبري حصل، يا عم صبري خلي، بيحصل بصراحه مشاكل بيجي يقف معانا. ازاي هو هيخلي مثلا مشكله زي دي تحصل عنده في المكان، او هو هيفكر ان هو يعمل حاجه زي دي في المكان عنده؟ استحاله، دي سمعه ليه قبل ما تكون سمعه لينا احنا. الراجل ده عمره ما عمل مشكله في الشارع، ولا عمره اذى حد، ولا عمره جه على حد، ولا عمره تطاول على حد. حصل يعني مفيش منه الكلام ده خالص، مش عارف بصراحه هو في ايه. يعني هو قال لي يا ابا اللي انا طلعت ترند هو واصحابه في السطوح،
زعل دلوقتي؟ هو زعل لما طلع ترند؟ هو عايز ايه يعني؟ هو مصور، هو عايز ما مصور وهو عارف اللي هو طلع ترند. وبعدين واحد زي دوت هو قاصد ان يعمل حاجه زي دي. هو قاصد عشان حد يطلع الراجل ده. وبعدين عم صبري بيطلع صورته يعني مش دلوقتي. هو مستلط الواد ده، مستلط من حد. عمال بيعيط. دلوقتي مكسوم من عم صبري. قال له الصور فوق السطح. اه الواد ده مستلط. لو مش عاجبه كده ما كانش الصور فوق السطح. اه خالص لا. لا عم صبري راجل محترم. اول ما دخل صور يا عم صبري، اول ما دخل صور يا عم صبري، صور يا عم صبري. شهدوا عليه احنا شايفينه. وده ثاني يوم طلب منه التصوير وانا كنت جوه. انا كنت عند الحمام جوه. وام مراته بتلف عليه وبتقول له شوف فلان ده عايز يصور، عايز ينزل الصور، ينزل الصور. وانا كنت جوه محاضره، بس انا كنت لسه جايه ابص عليه. انا اخته حنين في الكل وحنين فينا وحنين في العالم. بجيب له عرايس بقول له 500 جنيه انا هزوقه بيه، مش مشكله، بس شو قولي لي حالتها ايه. وانا والله والله ما بكذب، يقول لي شوف حالتها ايه بس وانا هترفع عنها. اللي هم عايزينه كله، ما بيزعلش حد ولا وحش مع حد، حتى احنا اخواته حنين فينا، هو حنين فينا ما بيعملش اي حاجه وحشه. ليه يظلمه هو؟ محترم والله يا عم صبري، والله اقسم بالله. ولا احنا بنصرحنا في الكلام ده. شهاده بقى ربنا والله. هو ما قالوش نزل وحطه فيه. ما قالوش نزل وحطه فيه. ايوه كل اللي احنا. تعالى بقى عرفنا بنفسك انت مين. لا يا عم صبري راجل محترم وراجل كويس، راجل تمام كل حاجه. علي حسك، علي حسك. راجل تمام عم صبري، راجل محترم يعني، وشيخ سامي محترم. انت مين طيب؟ انت جاره؟ نعم ده انا جاره. وين جاره؟ في المحل. جاره في المحل القطاع ده. اه شيخ سامي محترم يعني عم صبري، وما بيزعلش حد منه في اي حاجه يعني، بيقف مع اي حاجه. طيب احنا ملاحظين ان انتوا كلكم زعلانين، يعني زعلانين عشان عم صبري. ايه السبب؟ أيوة بقى ان هو راجل عشان هو طالعين كل شويه كل شويه عمال يكتب عليه وعمال يغلط فيه ويدعي عليه ويقول عمال يدعي عليه. حسب الله عليه واحنا بيغلط فينا مش عايزين نغلطوا فيه. حسب الله عليه. انا ابنه لحد دلوقتي مش عايز اغلط، لان احنا عالم محترمه مش بتوع غلط. هو عالم بيحب الغلط وبيحب عالم مش غلط. احنا ما بنغلطوش فيه، نازلين غلط غلط غلط، وداعيه وشيمه. احنا كلنا بنزعل. ايوه حلو. انا عايز يطلع. هو عم صبري اصلا الترند ده مش هياكله، عشان هو كده كده الراجل بياكل عيش. انا عارف الراجل ده بيجي له عرايس. الراجل ده بيجي له عرسان من اخر الدنيا. ايوه من كل حته والله. مش اول مره نسمع عنها. راجل مشهور. انا واحد جنب منه بقالي اكتر من 30 سنه، مولود هنا في المنطقه، عمري ما سمعت مشكله عن الراجل. لا لا سمعناش والله. انت ذوقت عرسان الدنيا والاخره، وعشان خاطر مشكله تافهه صغيره واحد حب يطلع نفسه او يعمل موضوع بطلع. فانت خلاص كده شايف ان الدنيا كده هتبقى كويسه. كان يعمل بيت عننا، عايز يعمل بيت عننا. طول عمرنا جنب منه عمرنا ما شفنا عنه مشكله. تعالي انت جاي تعمل مشكله بعماره ايه؟ وايه اللي وصل الحاله لكده؟ الراجل ده عمره ما عمل مشكله مع حد. عرفنا بنفسك بقى. احنا يعني زي ما حضراتكم شايفين احنا كل الجيران بتاعت عم صبري اللي بيشوفنا بيصور، فبيجي بقى ان هو ايه يتكلم صدفه زي ما حضراتكم شايفين. عرفنا بنفسك بتاع الادوات الصحيه، المحل اللي فيه عم صبري بالظبط. انا متواجد مع عم صبري هنا بقالي بتاع سنه وشويه، عمري ما شفت منه حاجه وحشه ولا حصل اي حاجه هنا شفتها على عم صبري. يعني عم صبري احنا بنقول شهادة ربنا ان هو ما استغلش حد، ما طلعش حد ترند. انتوا كجيرانه بتشهدوا بالكلام ده؟ لا ما استغلش اي حاجه عن المول ده. لا ما استغلش حد عم صبري. عم صبري كويس والله. والله عم صبري راجل كويس، راجل قد الاحترام قد الصلاه، ما بيسيبش صلاه ربنا خالص. راجل كويس خالص ومحترم والله. زي ما حضراتكم شايفين يعني المكان اهوت، وعم صبري وده الشارع، دول جيرانه بالصدفه. يعني احنا طالعين حبوا ان هم يسجلوا شهاده حق، او حبوا ان هم يتكلموا معانا ويوصلوا صوتهم زي ما بيوصل الصوت من الطرف الاخر. طلبوا مننا ان هو يوصل صوتهم، واحنا يعني بفضل الله ان احنا قدرنا نوصل لكم صوت اهالينا في كفر الدوار وجيران عم صبري. واحنا في الاخر عايزين نقول لعم صبري يعني ربنا معاك. شكرا ليك. لحد دلوقتي لحد دلوقتي احنا ما بنرضوش بالغلط. ايوه هم غلطوا. هم بيغلطوا واحنا بنزعلوا، بس احنا مش وعماله تدعي عليه وهي بتدعي. احنا نرد عليهم بالغلط عشان احنا ناس محترمين. وانا بقول حسب الله ونعم الوكيل في الظالم. حسب الله ونعم الوكيل في الظالم واللي ظلموه. متابعينا شكرا على حسن الاستماع والمشاهده.